فعليا هنا في الدرس السادس في Data Visualization احنا راح نشوف كيف نختار بين هدول البلوتس. احنا اوريدي حكينا عنه سابقا بس بدنا نرجع ناكد على هذا الكلام، وبدنا نشوف اكسرسايز على هذا الكلام. احنا ذكرنا انه انا بستخدم الفيجواليزيشن لثلاث اشياء. ايش هم هذول الاشياء؟ To show distribution لإظهار توزيع البيانات، لاستكشاف العلاقات، العلاقات بين ايش؟ أعمدة attributes، تمام؟ أو لإظهار الترند. إذا كان الترند ما فيش عندي إلا خيار واحد اللي هو اللاين بلوت، تمام؟ إذا كان relationship فينا عندي خيارات عديدة، منها البار بلوت، الهيت ماب، سكاتر بلوت، سوارم بلوت، ريج بلوت، الام بلوت، ولفينا عليهم كلهم هدول، تمام؟ في حال انه ديستريبيوشن ايش في عندي؟ الجوين بلوت والكي دي اي بلوت والديست بلوت. ديست بلوت ايش بيظهر؟ هيستوغرام. والكي دي اي بلوت بيظهر لي probability density function او توزيع للبيانات بشكل statistical، والجوين بلوت بروح بعمل جوين لتو attributes للديستريبيوشن بلوت تبعهم انه كيف توزيعهم بهذا الشكل، تمام؟ طيب اذا كانت انا عندي الاعمده كلها ارقام، البار بلوت بيكون مناسب لها، وايش كمان؟ سكاتر بلوت كذلك. اذا كانت كلها ارقام يبقى الاكس رقم والواي رقم، تمام؟ وهنا في البار بلوت ممكن يكون انا عندي الواي عباره عن اندكس مثلا، واكس عباره عن اعمده مختلفه، تمام؟ إذا كان أنا عندي واحدة منهم من الاتريبيوتس اللي أنا بحاول أعملهم بلوت كاتيجوريكال، فبروح باتجاه السوارم بلوت. هدول التنين بس لإظهار العلاقة الخطية اللي بيناتهم بالضبط. هذه علاقة خطية بين متغيرين، هذه علاقة خطية بين متغيرين باستخدام متغير ثالث، بدلالة متغير ثالث، تمام؟ الهيت ماب الوظيفة تبعتها انه اظهار القيم من خلال طيف من الالوان، وفعليا هذه بتساعد كتير اذا كان انا في عندي مجموعة من الارقام، صعب جدا انه انا من خلال النظر انه انا احدد انه ايش اعلى قيمة وايش اقل قيمة، ايش الاكثر بوبيلر، فبروح بستخدم الهيت ماب فيها. وممكن الهيت ماب اخصصها، ابدا في الداتا سيت كلها بعدها اخصصها لاعمدة معينة او صفوف معينة، بظهر التباين بين هاي الشغلات أكثر شيء. والله لا، أنا شايف إنه الهيت ماب لا يقل أهمية عن البار بلوت، إنه فعلياً بيوري شغلات إنه يمكن أنت عشان أول مرة تتعرض إلى الهيت ماب، لكن هو popular في الفيجواليزيشن وكتير مفيد في الفيجواليزيشن. هتتعودي عليه وهتشوفي انه هو فعلا ممكن تعتمدي عليه، تمام؟ الديست بلوت من خلاله بقدر اشوف توزيعة البيانات، كيف البيانات انا موزعه. ممكن ادخل الكلاس ليبل في الموضوع، انه والله الكلاس ليبل الفلاني انه الرينج تبعه من كذا لكذا مثلا بالنسبه لاتريبيوت معين، او ادخل تو اتريبيوتس زي ما شفنا في الجوينت بلوت، انه شفنا انه عمل لي ديستريبيوشن بلوت بالاضافه لهيت ماب، ورجيت شفت انه ايش اكثر البيانات، انه معظم البيانات انه ايش القيم تبعتها في هذا الاتريبيوت وفي هذا الاتريبيوت. هذه ممكن انه احنا نستخدمها. فاكرين في الجيمز احنا مش حكينا انه بدي ايش افضل كومباينيشن بين ايش وايش؟ بين البلاتفورم ونوع اللعبه، تمام؟ انا في عندي تو اتريبيوتس بهذا الشكل، ممكن انه بتبين معايا انه من خلال انه النقطة الداكنة اكثر شيء هي اللي بتكون النقطة المطلوبة تنفع معاي هنا بالاضافة للهيت ماب، اوكي؟ طبعا هذا الكلام كله شرح للشيء اللي حكيناه.
طيب هذا مراجعة للترند، شفنا كيف للسبوتيفاي. تمام، اجيت فينا عندي اكسرسايز هنا. الاكسرسايز حتلاقوا هنا عندي مسائل مختلفة وحستخدم فيها أكثر من البلوت. كان كل اكسرسايز بركز فيه على نوع معين من البلوت، لكن هنا في هذا الاكسرسايز هستخدم بلوت مختلف. تمام؟ عشان ممكن إنه أنتوا تحلوا الاكسرسايز هذا، سهل جداً.